شاهدناه من خلال رمضان بالماس مكسور وكذلك حلم وخيال حسب ما يعني اذا كانت معلومه صحيحه يعني تعرفون المتابعات يعني حلم وخيال وطن ما شاء الله يعني ورقه وقلم استاذ كاظم منورنا دائما شكرا جزيلا يا عمر نوركم والمربد دائما منوره ب أعمالكم اللطيفة والخفيفة وفعالياتكم وحضوركم المميز أيضا بالإعلام العراقي. أقنعتنا بالرتبة العسكرية ضابط الشرطة صدقني يعني. الحمد لله. يعني طول. هذا فضل الله سبحانه وتعالى وأكيد الممثل لما يقدم شيء إذا لم يكن مؤمنا به لا يمكن أن يصل إلى المتلقي. فقطعا أنا لما أقدم شيء أكون مؤمن به بصراحة قبل كل شيء. سأل كلام شلون نقدر تتنسق يعني هذه الأعمال معا شاهدناها في رمضان. لا أبدا يعني. لما أعمل أعمال معا وإنما كانت متس سلسلة والحمد لله احنا يعني خلص عمل ثم ادخل في عمل اخر وكان وجودي ايضا ضيف شرف في عمل يعني اللي هم دولة العميقة وفي مسلسل وطن